يا زيد بن سلم ترى الموضوع التو حصر والناس تدريبه انا اعرف اللي ثبت المشروع في صفه المطران سوالف من كل شكل ونوع ومنتهى دربه وش اسوي به مطوع الروقه حسين طبوع لكن فمه يحتاج تركيبه بعض العرب ما عنده الا الجوع في صحصح خالي عواذيبه المور يوم انه طرقه يغني به ذكرتني في بكر بن زعزوع يا طيب هاك الذكر يا طيب ما تفرق المرعي من مسموع الله يرحم من تصلي به تصبحون على خير.